السلام عليكم. نتحدث الآن في الجزء الثالث عن كيفية تحقيق الدخل والربح من عملية استغلال وتدوير قشور الثوم، القشور والمخلفات الناتجة عن منتج الثوم اللي هو في مصنعي. أنا بدخل الثوم، بفصصه، بقشره، بعبيه، بيخرج عنه مخلفات. هذه المخلفات عدة، منها القشور، منها بعض الثوم أو الثوم المعطوب، بعض الثوم المشطوف، بعض الثوم المكسور، بعض الثوم المستهلك أو الغير صالح للاستخدام الآدمي. تمام، عندي هذه الدفعة إجماليا تسمى بمخلفات الثوم. تلك المخلفات إذا أحدثنا لها تحليل في معمل بحوث أو معمل تحاليل خاص تبع وزارة الزراعة، بيخرج عندي مفردات الدهن، مفردات الألياف، مفردات البروتين. هذه المفردات أستطيع استغلالها في تدخيل هذه القشور لإحداث عملية تحميص داخل نفس المجفف في ذات خط الإنتاج المتواجد عندي. أثناء عملية التحميص أقدر أدخل القشور على المطحنة لإحداث عملية طحن بودر لقشور الثوم، أقدر أعبيه وأخد تصريح من معتمد من أي وزارة أنا تابع ليها، وزارة الزراعة مثلا أو فيما يخص قطاع الثروة الحيوانية، بتقديم التحليل الحقيقي لتلك المخلفات أو القشور، وإمكانية دراسة إمكانية مدى الحصول على عمل موافقة لتعبئة هذا المنتج لاستخدامات عدة، منها دخوله في تصنيع الأعلاف، بحيث أن أنا بسجل على العبوة، الجوال أو الشكارة أو الكيس، أن هذه مخلفات منتج الثوم، وسجل عليها التحليل المضبوط الذي تم أثناء عمل تحليل لهذه المخلفات. بمعنى أنني أقوم بتسجيل التحليل المضبوط الذي تم استخراجه من خلال معمل التحاليل على العبوة، بحيث تتضح الرؤية للعملاء والأطباء البيطريين وهؤلاء النخبة التي تتعامل مع تلك المنتجات من خلال استغلالها في إحداث عملية تدوير جيد لها، واستغلالها سواء في التربة الزراعية لإحداث عمليات استصلاح الأراضي الزراعية، واستغلاله في عملية تصنيع الأعلاف أو بعض تدخيله أو إدخاله في بعض المخصبات الزراعية.